لم يتطلب الأمر سوى ساعات قليلة من الأمطار لامتحان البنية التحتية بالجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، والنتيجة هشاشة في جل البنى التحتية من طرق وقناطر. الأمطار عرت عن واقع المغرب العميق الذي جل بنيته التحتية موروثة عن حقبة الاستعمار، وما استجد منها افتقد في نسبة كبيرة منه للجودة. للأسف هذه ظاهرة يعني تعاني منها العالم القروي، أنه جميع الطرق التي شيدت رغم الخصص الكبير في هذا المجال شيدت من أجل الولوج، بمعنى من أجل الولوج إما عن طريق الإعداد وإما عن طريق يعني مواصفات يعني بسيطة جدا وإمكانيات تقنية ضعيفة ومادية كذلك. المكونات الأساسية لهذه الطرق يعني شيدت من أجل الولوج، من أجل الخروج من القرية إلى المدينة ومن أجل السفر ومن أجل كذا، في حين أنها يعني في حاجة إلى يعني مواصفات تقنية لا تختلف عن المواصفات التي تعتمد في طرق السيارة وفي الطرق الوطنية. كثير من الأصوات تنادي بإعطاء المغرب العميق حقه من البنى التحتية لفك العزلة عن ساكنته وتفادي تكرار مأساة الفيضانات مرة أخرى. الأغلبية تؤكد نيتها الاستثمار في العالم القروي والمناطق المعزولة عبر مد الطرق وبناء وإصلاح القناطر، وهو ما تضمنته الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. فيما يتعلق ببنية المغرب العميق، أظن بأن في إطار المناقشة ديال القانون المالية، في إطار المناقشة ديال الميزانية الفرعية، وفي إطار البرنامج الحكومي ديال 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 خاصة فيما يتعلق بوزارة التجهيز، اتخذت بعين الاعتبار في إطار الاستراتيجية الجديدة على أساس هناك توسع نحو المغرب العميق فيما يتعلق بالاستثمار في الطرق، في القناطر، في من خلال البرنامج ديال وزارة التجهيز. هناك إمكانيات ضخمة بالنسبة للمغرب، كما قلنا ما نهضروش على المغرب غامق ولكن على المغرب اللي ما يستفدش. بعد درس الفيضانات المؤلم، يقول خبراء إنه وجب التفكير في توزيع عادل للبنيات التحتية على مختلف مناطق البلاد وربط إنجاز المشاريع بالجودة ضمانا للتنمية المستدامة بالمناطق المتضررة. يجب الآن الوعي بأسلوب، أولا التوزيع كما ذكرتم في سؤالكم، توزيع نحو المناطق، لأن هذه المناطق ملي كتولي عندها الولوجية راه كتسهل لك استقرار الناس في القرى ديالهم عوض الهجرة، كتعطي إنتاجية داخل هذه المناطق، كتخلي الناس شعور بالانتماء، يعني دوك لي سونتيمون دابارتونونس لواحد البلاصة، يعني كيولي حاس بأنه ولا غير استقر، وهذه معروفة في المفهوم السوسيولوجي، راه غيبني وغيساهم في التنمية، اللي كيرحل ما عمرو ما كينمي. شوف غير الا كريتي واحد الدار تبغي تعلق غير تصويره تقول بلاش راني غنرحل، ولكن الا كانت دارك كتصوبها وتقادها وكذا. اذا الاستقرار هو اللي كيعطي التنميه. الا ما فهمناش هذا المفهوم هذا وما زدناش عليه مقاربه الجوده وما جبناش عليه حسن التوزيع وما جبناش عليه محاربه الفساد وما زدناش عليه توزيع الثروات في اطار واقع على المستوى الوطني، فلا تنميه من طبيعه الحال للبلاد. أزيد من 40 قتيلا ومئات المواطنين بدون مأوى، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة هي كلفة غياب بنية تحتية قوية بعدد من مناطق المغرب خاصة بالجنوب والجنوب الشرقي. ويبقى الرهان المرفوع القطع مع نظرية المغرب النافع وغير النافع في توزيع البنى التحتية.